المحور برج بوريريج ستيف راه ولا محور قطب صناعي بامتياز في كل ما يلي، وهذا شيء يعني كذلك راه يسمح لنا هنا كحكومه ويسمح لنا كمسيرين باش نعرف كيفاش نغطي بعض الاحتياجات تاع المواطن في هذه المواد اللي راهي منتوجه في هذه الولايتين. تقنيات موجوده، تسهيلات موجوده، بالاخص السوق ما راهو يستنى غير في الانتاج المحلي. يعني ستيف ولا برج بوريريج راح انا نظن راح تكون فيه ان تسونامي على الولايات الاخرين.